اعترف رئيس السلطة القضائية الإيراني محمود جواد لاريجاني في تصريحات غير مسبوقة أن إيران سهلت مرور عناصر القاعدة الذين نفذوا هجمات 11 من سبتمبر عام 2001 في نيويورك. وكشف لاريجاني تورط النظام الإيراني في دعم الإرهابيين وتفاصيل مهمة حول علاقة النظام الإيراني بتنظيم القاعدة وكيفية إشراف وزارة المخابرات الإيرانية على مرور واستقرار عناصر التنظيم الإرهابي على الأراضي الإيرانية. وأكد لاريجاني تعاون وزارة المخابرات الإيرانية مع عناصر التنظيم وتسهيل عملية المرور إلى أمريكا من خلال توفيرها لهم الملاذ الآمن والغطاء والدعم المالي المناسب لتنفيذ الهجمات الإرهابية الأخطر في العالم، وهي تفجير برجي التجارة العالمي. ويذكر أن محكمة أمريكية في نيويورك قد أيدت حكما مطلع العام الجاري يقضي بتغريم إيران لتورطها في التعاون مع تنظيم القاعدة الإرهابي بهجمات 11 من سبتمبر مبلغ 10 مليارات و700 مليون دولار أمريكي.